مرحبا حبايبنا في قناة لايف جيمر، حياكم الله في سلسلة جديدة الجديد هذا الشهر. قبل لا نبدأ هذه السلسلة لا تنسون الاشتراك واللايك نشر القناة والدعم، وحياكم. أولا عندنا لعبة ريد فاكشن نسخة ريماستر لعبة اكشن من نظام اللعبة سنجل بلاي وملتي بلاي، راح تنزل 3 جولاي على منصة البي سي بلايستيشن 4 وإكس بوكس 1. وايضا عندنا لعبه ديفاينس 2050 لعبه اكشن نظام اللعبه ملتي بلاير، راح تنزل في 10 جولاي باذن الله على منصه البي سي والبلاي ستيشن 4 وايضا عندنا لعبه مكتوم وور 2 لعبه استراتيجيه نظام اللعبه سنجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل في 5 جولاي على منصه نينتندو سويتش. وايضا عندنا لعبه بومبر كروب لعبه ار بي جي استراتيجية نظام اللعبة هو سنجل بلاير، راح تنزل 10 جولاي بإذن الله على منصة الإكس بوكس والبلاي ستيشن والنينتندو. وأيضا عندنا لعبة ديفاينس 2050 لعبة أكشن نظام اللعبة ملتي بلاير، راح تنزل في 10 جولاي بإذن الله على منصة البي سي والبلاي ستيشن 4 ويليها لعبة فول ستار فوس ريسينج لعبة سباق سيارات نظام اللعبة سنجل بلاير ملتي بلاير، راح تنزل بإذن الله في 13 جولاي على منصة البي سي بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس والنينتندو سويتش. وأيضا عندنا لعبة إيرث فول لعبة أكشن نظام اللعبة سنجل بلاير ملتي بلاير، راح تنزل أيضا في 13 جولاي على منصة البي سي بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس. وأخيرا عندنا لعبة أكتوباث ترافلر لعبة ار بي جي من منظور 2.5 نظام اللعبة سنجل بلاير، راح تنزل 13 جولاي باذن الله على منصة نينتندو. اتمنى انكم استمتعتم معنا، زورونا تلقون رابط الموقع تحت في الديسكريبشن، اذا في لعبة عجبتكم اكتبوا لنا في الكومنت، اذا في لعبة ثانية تبغانا نكمل عليها ونعطيكم توضيح اكثر او تجريبي هم ايضا اكتبوها لنا في الديسكريبشن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامة.